كونتراكت دي وريتراكت هشد على مين؟ كونتراكت اند ريتراكت شد على اللور، وبالتالي تشد على مين ده؟ سيرف، فتفتح لك عنق الرحم، ده فيرست ستيج هو فتح الباب. يعني اول ستيج بتاع الولاده معتمد على يوتراين كونتراكشن اند ريتراكشن. طيب بعد ما وسعت على اخرها الاوضه بتقصر لانها بتكونتراكت وريتراكت، فمين يخرج؟ البيبي بدأني ستيج سكن هي اللي بتعمله. اما بعد كده هو في مشيمه جوه فالاوضه بتقصر فتطردها، يبقى تعمل بلاسنتا ليه كمان؟ اللي هو اني ستيج؟ ثيرد. ده غير كده بعد الولاده عيانه ليه ما بتنزفش؟ انا عايز افهم. بيقول لك الكونتراكشن والريتراكشن بتقفل البلاد فيسلز فتمنع بوستبارتم هيمرج. ده غير كده بعد الولاده ما تروح بيتها بيبقى الرحم موجود عند الامبليكس بعد اسبوع بيقصر. هو ليه بيقصر؟ بعد اسبوع بيقصر، هي دي بيحصل كلمه اسمها انفليوشن. يعني كل حاجه بتتعمل بكلمه اسمها يوتراين كونتراكشن اند ريتراكشن. يبقى بيسالني يعني ايه ريتراكشن في كلمه واحده؟ بيرمننت شورتنينج اسمها كده. كل شويه بتقصر ما بترجعش تاني. يبقى ادي الكرايتيريا هي يوتراين كونتراكشن اند ريتراكشن بتعمل كل ده. فيرست ستيج فتحت مين؟ سكند ستيج خرجت البيبي، ثيرد ستيج خرجت المشينه. قفلت البلاسنتال سايد بليدنج عشان ما يحصلش بوستبارتم، عملت انفليوشن. المهم ثلاث كلمات لغايه دلوقتي، حرف السي كوردينيتد ار ريتمك، بعد كده كونتراكشن فولويد باي ريتراكشن. تعال بقى حرف البي بولاريتي بطاريه. انت عندك اي بطاريه فيها موجب وسالب، الموجب في الابر ترانس سيجنال، السالب ربنا مخلي الفانجس هو اللي واخد الابر هاند. عشان كده موجود حقيقي البيس ميكر فين؟ قريب من الكورنيا. هو ناس بيقولوا رايت وناس بيقولوا ليفت، بس هو مين اللي غالبا على الرايت؟ طلع ان البيس ميكر قريب من الفندس عشان الفندس يبقى هو واخد الابر هاند. تفتكر العكس اذا حصل، يعني ان الطلق بقى تحت وفوق ريلاكس يحصل رابشر. فعشان كده من حكمه ربنا عن البولاريتي زي البطاريه، الابر سيجمنت كونتراكت ريتراكت، اللور سيجمنت ستريتش ان تاني بيسموها فاندل واخد الابر هاند. في الثانيه بروجريسيف، يعني تلاقي العالم بتتصل بيك تقول لك ايه؟ الطلقه كل ربع ساعه، بعد ساعه الطلقه كل خمس دقائق، الطلقه كل دقيقه. تلاقي العالم بقى على اخرها طلع ان القوه بتاعت الطلقه بتزيد بالوقت، يعني بيزيد في ثلاث حاجات. ايوه بروجريسيف ان فريكونسي وسترينث وديوريشن. كانت الطلقه بتقعد عليا 30 ثانيه، دلوقتي بتقعد عليا 60 ثانيه، يعني لازم اتاكد انها طلق حقيقي ليه؟ بيزيد في ثلاث حاجات اللي هما فريكونسي سترينث ديوريشن. دليلي بالارقام. لا ريجولر. بتيجي كل ربع ساعه، بعد كده بقى بتيجي كل 10 دقائق، بعد كده بتيجي بعد خمس دقائق، فهمتني؟ يعني بقت ريجولر. الثانيه بقى ايه؟ تجي لها بعد ربع ساعه مره، بعد كده بعد ساعه، بعد كده بعد نص، بعد كده بعد ساعتين، هي دي اللي بيسموها ريجولر. الارقام دي مش عايزها. اللي هي دي. انا عايز دي بس. عايز دول اللي هو بتوع الاكتف فيز. ايه اكتف وليتن ده؟ احنا النهارده هناخد الولاده فيها تو فيزز. اول فيز ده زي تسخين العربيه، انت بتيجي تسخن العربيه بتقعد كده حوالي 10 دقائق على بال ما تسخن، بعد كده بتنطلق. هو ده اللي انا عايزه. طلع التسخين ده اسمه ليتن، بطيء ممل، دي تقعد في بيتها. اول ما تعدي صباعين هنشوف النهارده ده بيسموه اكتف فيز. يعني ايه اكتف بقى؟ اكتف يعني العيال دي خلاص بقت زي الصاروخ، ما بياخدش وقت، ده فيز سريع. هو ده اللي انا عايزه، لما بدخلها اسم 10 في الحوادث عندنا. انا ما بدخلش في ليتن، ليتن ده دوشه، نخليهم يلفوا حوالين القصر عيني سبع مرات. هتلاقيهم ماشيين على الكورنيشن بالليل عدي كده، هتلاقي كلهم حوامل بيعدوا حوالين القصر عيني ويلفوا. دولت في الليتن فيز. اول ما توصل صباعين اروح مدخلها. عشان اخلص، انا مش هقعد اركن عيانين. ده اسمه اكتف فيز، الارقام دي مش عايزها، انا عايز ده. انت قول طلق حقيقي، انا دلوقتي قاعد بولد عيانه، اقول دي بتولد حقيقي صح ولا لا؟ بيجي لك كام طلقه في الدقيقه؟ وكل طلقه بتقعد قد ايه؟ الارقام دي زي اسمك. ثلاث طلقات في ال 10 دقائق، يعني كل ثلاث دقائق طلقه. بتقعد الطلقه واحده دقيقه كامله. تقعد تصوت فيها كامله. طلع ان البريشر من 50 ل 60 ملم مركري، انترا يوتراين بريشر عالي جدا، لان دي بتصوت. دايما عندنا هنا بيصوتوا عشان ما بيدوهمش الابيديورا اللي هي ولاده دول ايه؟ بدون قلق. اذا ما اديتها لها بقى هتحس بحاجه. طلع العيانه بتصوت ليه في الاكتف فيز؟ عشان البريشر بيوصل كام؟ من 50 الى 60. في حاجه اسمها الكترود بتقاس انترا يوتراين بريشر، وفي حاجه اسمها سي تي جي
جهاز بيتحط على بطنها، واحد عند الفالدس يقيس، واحد تحت بيقيس الايه؟ الفيتال هارتري، يعني واحد تحت بيقيس النبض، وواحد فوق بيقيس البريشر. فيكتب لك كده 50 تو 60 ملم مرك، ويوريك الطلق كمان بيسموه. طلع ان الكونتراكشن كم طلق اتفقنا؟ ثلاث طلقات، كل طلقه بتقعد وبيجي لها الثلاث طلقات دي في ال 10 دقايق. امتى تقول اي؟ اذا وصل البريشر كام؟ الرقم ده في الام سي كيو 25. يعني امتى العيانه تصوت؟ اقل من 25 مفيش وجع. اول ما يوصل 25 صوت، وده كام اخره؟ 20. يعني الليتر ده فيه وجع؟ ده دلع. ماشي حوالين القصر يعني. اول ما تقول اي يوصل كام؟ 25. طب في الكشك ليه بتصوت قوي؟ يعني كان زمان ما فيش الولاده دون الم اللي هي الابيديورا دي. فكانت العيانه لازم انيمها وقت خروج راس البيبي، دي اسخف وقت اللي هو السكند ستيج. بيوصل البريشر 80 ملم، تخيل وجع فظيع. اللي ما يعرفش يعني ايه طاقي ولاده، اللي جاله حصوا على الكلى، نفترض حد جاله وجع كلوي، حد في العيله الوجع الكلوي الولاده افظع. يعني فاهم اللي عنده وجع كلوي في الكلى اللي جربوه يقول لك الولاده افظع بكتير. بيوصل البريشر 80 في الكشك بتاع الولاده في انهي ستيج؟ في السكند. لغايه دلوقتي خدنا ست حاجات، سي كوردينيت، ار ريدمي كونتراكشن فولويد باي ريتراكشن، بي بولاريتي وفاندل دوميننس، بي الثانيه بروجريسيف انكريز ان فريكونسي سترينث اند ديوريشن. سؤال، هو ليه بيحصل وجع؟ دي كانت في السكيو اي. يعني ليه العالم بتصوت حقيقه لما البريشر يعدي 25 ملم؟ اربع اسباب. اول اثنين خدهم واكتب كومبريشن، يعني حاجتين بتضغط عليك. تاني اثنين كلمه ستريتش، حاجتين بتشد عليك. نمسك اول واحده. اما يحصل كونتراكشن وريتراكشن بيحصل ايه في البلاد فيسلز؟ اسكيميا. انتوا عارفين الاسكيميا بتعمل اسكيميك بين، يعني هايبوكسيا اوف مايوميتريم. دي واحد، يبقى ضغطنا على البلاد فيسل، ضغطنا على النيرف جانجليا ودي ما تستحملش البين برضه. يبقى تاني حاجه كونتراكشن للنيرف جانجليا. طب ستريتش بريتون، بريتون على فكره يستحمل اكتر بس ما يستحملش ايه؟ يعني اليوترس لما يكونتراكت ويريتراكت وهو بيريتراكت بيعمل ايه؟ ستريتش للبريتون تلاقيها بتصور. ده غير كده كمان ستريتش للسيرفكس. ما قلنا في الاناتومي ان السيرفكس يستحمل اكتر، يستحمل حرق بس ما يستحملش دلاتيش. يعني طول ما عنق الرحم بيفتح طول ما البين ايه؟ فظيع. طب ما تبدا تسعة عشر. نيجي بقى على اثنين بالاي. انفولانتري يعني ايه انفولانتري؟ يبقى وجع خفيف في ست دقيقة. في ست دقيقة كده تقول لك وجع، حاجة مضايقاك. بس ما باخدهاش في مخي طالما اقل من كام سنتي؟ أربعة، أنا أعرفها. نيجي بقى انفولانتري يعني ايه؟ يعني ربنا بيجيب الطلق في أي وقت، ودي غريبة جدا. يعني تلاقي عيانة تجي لك الساعة 2 بالليل تقول لك في طلق. هل إذا أنا جبت عيان عندي بتولد أجي أقول لك جيب الطلق دلوقتي هتجيبه؟ لا، هو بتاع ربنا. انفولانتري. الحاجة الأخيرة انترميتنت، يعني بيروح ويجي، تصوت وتنام، ليه؟ ليه مش الطلق كونتينيوس؟ ليه ربنا ما جابش طلقة ساعة يولد فيها بيبي ونخلص؟ ليه يقعد 24 ساعة طلقة وتروح وطلقة أولاً الرحم مش هيستحمل، هيحصل له اكزوشن، لازم أديله تمبرال ريليف. الحاجة التانية العيانة، تخيل واحدة بتتوجع ساعة كاملة هتموت. بس لما تتوجع وتريح شوية وتوجع وتريح، ده غير كده بقى إن أثناء الطلقة الدم اللي بيروح للبيبي قليل. تخيل بقى إن إذا قعدت ساعة هيحصل هايبوكسيا وده. يعني عندي ثلاث فوايد ليه انترميتنت اللي هيسمحهم لي حضرتك. سي كوردينيت، ار ريدلي كونتراكشن فولويد باي ريتراكشن، اثنين بالبي بولاريتي اند فاندال دوميننس، بروجريسيف انكريز ان فريكونسي سترينث اند ديوريشن، اي انترميتنت اند انفولانت. اهو ليه بتجي لك انيوميريت ورا بعض كده وليهم؟ ناس واحده ار ريد بس. يبقى دول. طب ايه بقى العوامل المساعده؟ حزق. الحزق بيستعين بيه امتى؟ يعني امتى اقول للعيان احزقي؟ هل في الفيرست ولا السكند ولا الثيرد؟ فيرست لا،
حزق ملوش اي قيمه. الافلام العربي منها لله تلاقي دايما في الفيلم كده اه، وتقعد ايه تحزق، ودايما يقول لك ادخلي القصر العيني احزقي عشان تطلعي له بسرعه. ها طبعا الحزق في الفيرست ستيج غلط. ليه بقى؟ باب مقفول وانت مصر تخرج، هتخرج ولا هيحصل ربش؟ لا هتبقى اكزوست، ربش عمره ما هيفرقع، لان الابر سيجمنت تخينه قوي، فالعين دي اذا حزقت ولا ليها قيمه. كل ما تحزق كل ما هتتعب اكتر ويوزلس. عشان كده انا بحتاج الحزق لما الباب يتفتح في اي ستيج؟ سكت كشف. ثالث ستيج في البلاسينتا والمشيمه بتنزل ولا احزقيني، يبقى بتحزق في انهي ستيج؟ سكند اند ثيرد. نيجي بقى على ديفينيشنز اوف ليبر. ده بقى اللي ما يقولش ديفينيشن في الامتحان راح كل حاجه. دي اي بي سي نورمال ليبر، واهم ديفينيشن عندنا النهارده بتاع نورمال. يعني ايه ديفاين نورمال ليبر؟ اذا انت ما قلتوش بتعيد سنه خمسه سنه رابعه اربع مرات. ها يعني كل سنه بيجيبوك يسالوك نفس السؤال ديفاين، تقول له اعرفه، تسال برضه لان انت ما قلتوش اول مره. اسمه ماترنو فيتال ديفينيشن، يعني ايه؟ علاقه بين ام وبيبي. اذا انا جبت سيره الام ونسيت البيبي يبقى ديفينيشن ناقص. اذا انا جبت سيره البيبي ونسيت الام يبقى لازم اجيب سيره الام ومين؟ عشان كده بيسموها ماترنو فيتال ديفينيشن. اول واحد يعني ايه برزنتيشن؟ نشوف كده انتوا بتقروا وانا معايا هنا. برزنتيشن يقول لك it is the lower most part of the fetus، الطى حته في البيت. خلاص هل كده كامل؟ بقول لك الطى حته في البيت، ما جبت السلك مين؟ يبقى لازم اكمل. first part related للبلفيك انلت، يعني اول حته هتعدي منين؟ من الانلت. طب نفترض مليانه وانا ما اعرفش، اروح حاطط صباعي من تحت. First part filled by PV examination، يعني انا لما اجي افحص اول حاجه تقابلني اسمها presentation. تاني it is the lower most part of the fetus، it is the first part related to the pelvic it is the first part filled by PV examination. طلع الكومنست هو اللي بيجي في الامسكيو، يقول لك commonest presentation is ايه ده؟ كفاله. احنا معظمنا نازلين براسنا، في حد هنا اتولد بريتش؟ ولا هيقول كمان، خلاص؟ يبقى هو هيبان، يبقى ما تنساش ان كل الناس مولوده ايه؟ كفاله، ليه؟ ربنا قال ان الكفالك احلى من البريتش. الكفالك الراس تعدي، هنشوفها النهارده، مين يعدي؟ الجسم يزفلط. بس العكس وحش، الباتوك طريه تعدي، الشولدر يعدي، مين تعلق؟ الراس، اسيبها معلقه كده في العين؟ العين ماشي كده البيبي؟ مش عايز ايه؟ طب اعمل ايه؟ البيبي ده هيموت، حله دبحه. عشان كده بنذبحه، تلاقي اساتذه قديمه يقول لك انا دابح 10، كان بيقول له طبيعي بريك دابح 5 بيبيهات مش فرخه. فطلع ان الحمد لله ان السيفر دليفري كفالك ولا بريتش؟ كفالك طبعا. فراح قال لك طب وليه؟ اكيد ربنا عامل حاجه يخليه ينزل كفالك. الاوضه اهي بايري فورم، عشان كده ربنا عامل الاوضه اللي قاعد فيها البيبي عامل زي الكمتر. الجزء الفوقاني واسع، الجزء التحتاني ضيق، حط الكبير في الكبير والصغير في الصغير. البطن اكبر من الراس، مفيش حد راسه كده، ها؟ يبقى الراس حط الراس الصغيره تحت والبطن الكبيره فوق، ينزل ايه؟ ان شاء الله هناخد بعد المحاضره اللي جايه بريتش هيدروكيفلس، خدتوه في الاطفال، ده في ايه؟ ميه كثيره، حط لي الراس الكبيره فوق والبطن الصغيره تحت، ينزل ايه؟ يبقى الهيدروكيفلس ده ينزل بالبطن. يعني طلع ده اسمه ادابتيشن، تكيف. انا بيبي قاعد في اوضه هكيف نفسي، بطن كبيره احطها فوق، راس صغيره احطها تحت. يبقى اللي هساله دلوقتي اقول له كومنس بس، ذا كومنس برزنتيشن از كام في الميه؟ الباقي بقى كله 4% اللي هناخده، هتلاقي كتاب اسمه كاتبهم مش دلوقتي، اما خدهم. يبقى الكومنس برزنتيشن از كفايه. نيجي يعني ايه لاين؟ It is the relation between longitudinal axis of the fetus to that of the mother. تاني it is the relation between longitudinal axis of the fetus to that of mother. علاقة بيبي وأم كاملة. قال لك إذا البيبي بقى parallel ده اسمه longitudinal line. طب كده oblique line، طب كده transverse line. الحمد لله ده ليه بالطول؟ عشان الرحم أصلا بالطول، يعني ربنا عامل أوضة بالطول، هبقى ألاعب إيه؟ ده adaptation برضه. طلع كام في المية longitudinal؟ 99.5، وده كان بيجي في كليه 6 اكتوبر السؤال ده، 99.5% longitudinal. طب دول اللي هو الترانسفيرس ده حوالي كام؟ نص، هو دايما نص في المية. يبقى ما تنساش 99% وايه؟ ونص longitudinal. يبقى مسألة ايه الكومنس برزنتيشن؟ كفالك كامل 96. الكومنس لاين longitudinal كامل؟
تعالوا بقى على الرسمة دي. في دكتور عندنا بيرسم الرسمة دي في الامتحان ويقول لك ده انهي لاين؟ تقول لونجيتيودينال وده اوبليك وده غلط. على فكرة الراجل ده أصلا هو قديم أو بيجيب ورقة ويقعد يرسم لك كده، أصل أكيد مفيش سؤال سهل في الناس. ها؟ طلع هنا الأم فين؟ هنا الأم واقفة أهي. هنا الأم قاعدة سيمي سيتنج. هنا الأم نايمة على ظهرها، يبقى الثلاثة لونجيتيود. فبعد إذنك لما يرسم لك بيبي قول له فين الأم؟ عشان كده سميناها ماتيرنو فيتال. ما تفرحش قوي، إيه الامتحان الأهبل ده؟ مفيش حاجة اسمها أهبل عندنا. تعالى على التالت ديفينيشن أتيتيود. اكتب لي جنب ده الوحيد اللي فيتا، يعني مش علاقة بين بيبي وأم. ده الوحيد البيبي بالنسبة لنفسه. It is the relation between fetal parts to each other. يعني علاقات أجزاء البيبي ببعض. طلع إن أنا قاعد في بطن مامتي كده. ليه مش كده؟ ليه ما أقعدش براحتي؟ يعني ليه قاعد القعدة المهببة دي ومقرفص؟ طلع إن أنا طولي 50 سنتي at full term. ده طول البيبي. طول الرحم 35. أنا 50 قاعد في 35، هقعد كده؟ مش لازم ارفص الارض. يبقى طلع ده برضو ادابتيشن. يبقى ما يسالك الكومنس اتيتيود هتقول له ايه؟ فليكشن او اسمه بوكسر، يعني راح بيلعب بوكسين. يبقى انا ده اسمه فليكشن اتيتيود. لما نيجي ناخد فيس بيبقى عمل كده وانس اكستند جوينت واحده، يبقى ده اب نورمال اتيتيود. لازم كل الجوينتس ايه؟ خدنا ثلاث كلمات مش كتير قوي. ذا كومنس برزنتيشن از ذا كومنس لاي از لونجيتيود ذا كومنس اتيتيود از فليكشن. نيجي للي بعدها بوزيشن. اكتب لي جنب كلمة بوزيشن إذا العيانة مليانة، واكتب لي جنب الدينومينيتور إذا العيانة سوري إذا العيانة رفيعة، اللي تحت إذا العيانة مليانة دينومينيتور. طبعا كتاب الاسم مش مهتم خالص بالبوزيشن ولا جاي بكل الأنواع دي، بس جاي في المال برزنتيشن بقى يقول لك إيه؟ الفيرست بوزيشن السكند. طب ما أنت إذا ما خدتوش هنا مش هتفهموا ده. احنا النهارده هنتعلم يعني ايه بوزيشن. طبعا هو كاتب ديفينيشن مختلف عن اللي كنا بناخده زمان. يقول لك علاقه الدينومينيتور. كاتب اهو علاقه الدينومينيتور. هو اصلا يعني ايه الدينومينيتور؟ دي لاند مارك موجوده في البريزنتنج بارت تعرفك ظهر البيبي فين. يعني اذا البيبي نازل كده دي لاند مارك اسمها اوكسون. ماشي مع الباك ولا لا؟ اذا انا حسيت الاوكسون قدام يبقى الباك فين؟ قدام. طيب بيبي نازل كده يبقى ايه؟ بريتش. هنا سكرم. اذا حسيت السكرم قدامي يبقى الباك قدامي. طب شولدر هناخد دي سكابيولا. اذا حسيت السكابيولا قدامي يبقى الباك. مين الوحيد الغبي؟ العكس الفيس. تخيل بيبي نازل فيس بصوا المنطم. اذا حسيت المنطم ورا يبقى الباك ايه؟ قدام عكسي او المنطم عكس الباك. يبقى انا عندي الدينومينيتور ده ايه من وراه الاول؟ It is a landmark على ال presenting part denote ايه؟ position. يعرفك الباك فين. احنا قلنا في الفيرتكس الايه؟ الدينومينيتور اوكسون. الفيس منتم. دي مش مكتوبه في كتاب الاسم مش عايزها. البريتش سيكرم. الشولدر سكابيولا. يبقى انا عندي هم اربع مواضيع عليا. اذا حسيت الدينومينيتور اعرف الباك انتيرور ولا بوستيرور. طب يعني ايه position؟ علاقة الدينومينيتور بالنسبة للأم. يعني إيه؟ يعني الإم الدينومينيتور أنتيريور بقول إيه؟ أنتيريور. طب ورا بوستيريور. طب يمين رايت. طب شمال ليفت. يبقى علاقة البي يبقى it is the relation of the denominator whether directed anterior or either right or left. طبعا هنا ممكن نشيل دينومينيتور نكتب كلمة باك. أصل البوزيشن ده كان زمان الناس بتعرف تعمل اكزامينيشن للبطن. هو ليه لابوه في كتاب الاسم؟ أنا كان بيجي لي العيان أحط إيدي على بطنها حس الباك بتاع البيبي قدامه شمال. اقول ليفت دورس انتيريور. كنا بنحس كانوا رفيعين، دلوقتي كل اللي بيقول لنا ايه؟ مليانين. اجي احس الباك مش عارف احسه، فلازم احس من تحت نقطه اسمها ايه؟ نقطه. ادينا من ايه؟ يبقى البوزيشن ده ذيز ريليشن اوف ذا فيتال باك، وده الحقيقه. فيتال باك تو ذات اوف ذا ماذر، يعني قدام او ورا او يمين او تفتكر في كام بوزيشن؟ 8. انتوا دايما تقولوا اربعة عشان هشرح اربعة. دول تمانية خمسة ستة سبعة تمانية. يبقى ده سؤال في الام سي كيو زي ما قلنا الفونتانيل اللي كان مركز. كام فونتانيل في راس البيبي؟ ستة. كام بوزيشن في البيبي؟ تمانية. اللي عليك اربعة دول لا. اللي هنستخدمهم في الليبر اربعة. تعالوا نشوفهم كده. حاولوا تركزوا معايا.
هيقدر كذا مره وبعدين اوقع حد بقى اجيب البريتش والضرر. ده الحوض زي ما انتم شايفينه كده. وده البيبي اهو. عندي اربع اوضاع. الباك بتاع البيبي اما يبقى قدامه شمال اسميه ليفت، هو ليفت صح؟ دورسو انتير. طيب قدامه يمين؟ رايت دورسو انتير. رايت دورسو انتير. ورا ويمين؟ رايت دورسو بوستير. ورا وشمال؟ ليفت دورسو بوستير. وعلى فكره كده مترتبين، يعني انا ببتدي قدامه شمال اللي هو ايه؟ والف مع قارب الساعه، عارفين قارب الساعه كده ولا كده؟ قارب الساعه كده؟ يبقى انت بتمشي اول وضع ليف دورسو انتيرو سكند رايت دورسو انتيرو رايت دورسو بوستيرو اخر واحد ليف دورسو بوستيرو. طب هو ليه ترتيبه كده؟ هنعرف. تعال على الرسمه، انا عندي الرسمه دي في البيت وهجيب عروسه عشان اعمل عليها، مش عندي حوض. فين هنا يمين وشمال؟ هنا يمين وهنا شمال عكسي، وهنا انتيرو وهنا ايه؟ بوستيرو. ادي راس البيبي اهي، اروح اعمل كده في البيت. ادي الباك قدامه شمال اهو، ده اسمه ايه؟ ليفت دورسو انتيريو. دي ايه؟ مش ايه دي؟ ليفت دورسو. بعد كده هلف مع قارب الساعه، سكند بوزيشن رايت دورسو انتيريو، ثيرد رايت دورسو بوستيريو، الفورث ليفت دورسو بوستيريو. طيب الارقام احفظها؟ لا، دول كومنس وبتلف معانا بس. ده الفيرست كومن، ده السكند، ده الثيرد، ده الفورث. طيب احنا قلنا دايما بنحس الباك من بطن الام صعب، فانا بحس من تحت حاجه اسمها ايه؟ وايه اكتر دينومينيتور عندنا في الولاده؟ ده اللي هو هي اوكس، وهو ماشي مع الباك. يعني لما يبقى الباك قدامه شمال يبقى الاوكس من فين؟ قدامه شمال، فسميه ايه بقى؟ ليفت اوكسيميتو انتير، هو ده الصح بقى. يبقى ده ليفت اوكسيميتو، ليفت ده ليفت اوكسيميتو انتير، ده رايت اوكسيميتو انتير، ده رايت اوكسيميتو بوستير، ده ليفت اوكسيميتو بوستير. طب هما ليه ترتيبه كده؟ عايز افهم ده للفهم وبعد كده ما ذكرهاش تاني. ليه دايما الانتير اكتر من البوستير؟ زي ما انتوا خدتوا بالكم، يعني انا ابتديت بقدام اهو، ابتديت بدول وانتهيت بدول، ليه دايما ظهره قدام اكتر من ظهره ورا؟ عشان كل الستات في الحمل عامله كده، هي مش منظره، عندهم حاجه اسمها لوردوزس. خلاص انا دلوقتي لما اجي احط البيبي، البيبي ده عنده ايه؟ كونفكسي وعنده كونكافيتي. الكونكافيتي احطها ولا الكونفكسي؟ انا كونفكسي بحط معاه، يبقى الباك از. عشان كده عمرك شفت واحده مكتبه حامل؟ هتعمل ايه؟ عندها ايه دي بقى؟ كايفوزس. فتحط ده ورا. ايوه بس الكومنر كلهم ايه؟ لوردوزس. فبتلاقي دايما الكونكافيتي تلبس في الكونفكسي، فعشان كده الباك از انتير. يبقى ليه دايما اوكسيبيتو انتيرو اكتر من البوستيرو؟ اهو الاجابه، اسفيتا الكونكافيتي فيتس ان ماترنال ايه؟ كونفكس. طب الاجابه الثانيه، هو الرايت اوبليك اطول ولا الليفت؟ ده رايت صح؟ جاي من رايت ساكرو ايليا جوينت، ده 12 ونص، والليفت 12. البيبي شاب هينزل في اطول ده، هو بالطول اطول ولا بالعرض راسه؟ لا بالطول، لا اطول من ده. تخيلوا معايا بقى اما يبقى ظهره قدام هيمشي كده ولا كده؟ كده يبقى قدامه ايه؟ وشمال. اه عشان كده ليفت اوكسيبتو انتيرو اكتر من رايت اوكسيبتو. طب اما يبقى ظهره ورا هيمشي كده ولا كده؟ كده برضه. يبقى رايت اوكسيبتو بوستيرو اكتر من ليفت. يعني انت قصدك تقول ان البيبي بيختار ينزل في انهي اوبليك؟ في الرايت. عشان كده لما كان ظهره قدام كان بينزل قدامه ايه؟ وشمال. اما انا ظهره ورا بينزل ورا ويمين عشان يمشي في الاوبليك ده، اسمه ايه ده؟ ده اسمه رايت اوبليك طوله 12 ونص. مش عايز كل ده عدل الفهم، انا عايزك تقول لي في الاخر اربع بوزيشنز. ده ايه؟ ليفت اوكسيبيتو انتيرو، ده رايت اوكسيبيتو انتيرو، ده رايت اوكسيبيتو بوستيرو. طب نفترض بقى ان البيبي نازل بريتش ونيجي ناخده ونتدرب، السكرم ماشي مع مين؟ مع الباك. حد يقدر يقول لي الفيرست بوزيشن؟ شيل بقى اوكسيبيتو حط سكرو، يبقى ايه؟ ليفت سكرو انتيرو، رايت سكرو انتيرو، رايت سكرو بوستيرو، ليفت سكرو. طب شولدر سكابيول،
ليفت سكابيلو انتيريور رايت سكابيلو وهكذا. يبقى انت بتشيل كلمه اوكسيل يبقى مساله يبقى ايه كومنس دينومينيتور اوكس ايه كومنس بوزيشن ليفت دورس انتيريور اللي هو ليفت دورس انا ده باك. بس قال لك اذا حطيت الاوكسيل يبقى ليفت اوكسيميتو. انا هراجع خمس اسماء. اول اسم ايه كومنس برزنتيشن كيف اللي كان كام في الميه 96. الكومن سلايد لونجو تشيزر كان كام في الميه 99.5. الكومن اتيتيود فليكشن ما تقولش بوكسر ما فيش حد يعرفها خلاص. بعد كده هو الكومن بوزيشن ليفت دورس وانتيرو. ويا ريت صوتك يبقى واطي شويه لسبب واحد بس انت ممكن تلغوش على اللي حواليك في سيرك. انا اقول انت في سيرك. اخر حاجه بقى ايه الكومن دينومينيتور اوكسيد اللي هو الاوكسيد اللي هو ليفت اوكسيميتو انتيرو. نيجي بقى دي اخر ديفينيشن وهنشطب الاسينكريتيزم. يعني ايه انجيجمنت خطوبه؟ انجيجمنت ده الوحيد اللي شارحينه في كتاب الاسم بالكامل. احنا مش هناخد ريست بس عشان هنمشي 9 على 10 في هنا مناقشه رساله. طلع يعني ايه انجيجمنت؟ انجيجمنت ده معناها ان اوسع نقطه في البريزنتنج بارت بالعربي عدت منين؟ من القله. يعني البيبي كده عدى من القله تلاقي اوسع حته في راسه. دي بيسموها ايه اوسع حته في راسه دي كام؟ 9.5. اذا عدت من القله تسميها انجيجمنت. يبقى تيز ذا باسج اوف ذا وايرز ترانسفيرس دايمتر اوف ذا بريزنتنج بارت ثرو ايه؟ قله. اذا عدت تسميها انجيجمنت. امال ان شاء الله في البريتش. بريتش هتلاقي حاجه اسمها بايترو كانتريك. ما ده اوسع حته بالعرض برضه. اذا عدت من قله تسميها ايه برضه؟ انجيجمنت. انا النهارده بتكلم عن نورمال ليفر. يبقى اذا عدى مين؟ باي بارايتال دايمتر ثرو ايه؟ القله اسميها انجيجمنت. تعالوا نشوف هاو تو بي ديتكتد. انا دلوقتي في عيادتي عايز اعرف البيبي ده حقيقي عدى ولا لا بطريقتين. الطريقه الاولى ممكن تيجي معايا. الطريقه الاولى اسمها فيرس بيلفيك جريب. اسمها كده. امسك البيبي ديك التانية. ايوه بصوا بتعمل ازاي. العيال بتبقى نايمة على السرير كده. باجي انا بايدي اليمين حط ايدي على السيمسز ايه بيبي والليتل فينجر هنا على الانتيريور سوبير ايه على الاجوانا ليجامنت ده والثامب على الناحيه الثانيه. وانس كراس البيبي بايدي كده من بطن العيال بتتحسن لما تبقى رفيعه. وحرك ايدي كده ولا كده. يعني حركها من الريست ولا من الالبو؟ على فكره الريست غلط. ليه؟ لانه ممكن يكون ثابت وانا قاعد اعمل كده في نفس المكان. بس القلب لازم يروح ويجي معايا. اذا انا حطيت ايدي ومسكت راسه كامله ولقيتها بتتحرك معايا من قلبه دي انجيج؟ لا. طب اذا لقيت البيبي داخل اجي امسك الاقي حته صغيره جدا اجي احركها مش قادر تتحرك تبقى ايه؟ دي اسمها ايه بقى؟ فيرست بيلفيك جريد. يبقى دي عليك تعمل ازاي؟ حط ايدي كده امسك راس البيبي واحرك من انهي جوينت؟ من قلبه. اذا لقيتها ثابته ومش حته صغيره بس سمول بارت اقول عليه ايه؟ انجيج. طب اذا لقيت معظم راس البيبي في ايدي يبقى نوت انجيج. شكرا. يبقى دي اول طريقه اسمها فيرست بيلفيك جريب. دي بتتعمل في العياده. بمسك راس البيبي واعمل كده والله لقيتها كامله في ايدي لسه يا مدام الراس ما دخلتش. طيب نفترض عيانه مليانه هل هتحس راس البيبي؟ كويس انت عارف انها حامل اصلا خلاص. يعني حكايه ان انت تحس راس البيبي دي انسى. طب انا عايز اعرف بقى انجيجمنت بعرفها من تحت. حاجه اسمها ستيشن دي مهمه في الام سي كيو. محطه اللي هيفهم الرسمه دي هيفهم يعني ايه ستيشن. تعالوا كده معايا. دي راس البيبي ده ديامتر اسمه باي ايه؟ برايتر. طوله كام؟ 9.5. احنا قلنا ده اذا عدى من الانلت اسميها ايه؟ انجيجمنت. ده مدخل الحوض. دي عظمه تحت اسمها اسكيرت سمايل. ده مخرج الحوض هتشوفها في الحوض اهو. ده المدخل ده المخرج. دي اسكال ايه؟ دي بتتحس؟ اه طبعا. على فكره اي واحده في الاسم 10 ادخل افحصها مره. ادخل حس يمين وشمال هتلاقي عظمه. العظمه دي اسمها اسكال سمايل بتتحس. شوكه شوكه يمين وشمال. الشوكه دي بحسها من تحت بالشكل ده اهو. ادي الاسكال سمايل. طلع ان في معلومه حلوه قوي عشان تعرف يعني انجاز. ايه المعلومه دي؟ ان اللور موست بارت بتاع راس البيبي المسافه بينه وبين الباي برايتال اللي هي دي تساوي المسافه بين الالت والاسكال سباين. تاني المسافه بين اللور موست بارت بتاعت راس البيبي والباي ايه ده؟ برايتال. المسافه دي تساوي المسافه
بين الانلت والاسكال ايه؟ سباينال. بمعنى زي لو قلت لك دي راس البيت،